Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. بروكلي رأس صغير، واحد رأس صغير نطحنه. قرنبيط رأس صغير نفس الشيء. مكسرات 3 معالق هو اختياري، أي نوع مكسرات، ممكن نعمله بودرة. زيت من أي نوع متوفر، 1 معلقة أو 2 معلقة. كمون 1/2 معلقة صغيرة. مرق الدجاج أو ملح 1 معلقة صغيرة اختياري. كزبرة مطحونة 1 معلقة صغيرة. جبنة من 1/2 كوب إلى 1 كوب. بيض عدد 2. نخلط المكونات مع بعض، وضعها بالصينية، وضعها بالفرن 15 دقيقة حرارة 200 درجة مئوية. نوضع الصلصة، حوضع الرابط في صندوق الوصف، رابط صلصة البيتزا. بنوضع الجبنة اختياري الكمية، وبنوضع الخضار نفس الشيء، هي اختياري أي نوع. بنرجعها على الفرن 5 دقائق أخرى حرارة 200 درجة مئوية، وهيك أصبحت جاهزة. ممكن رش أوريجانو أو زعتر. في أمان الله. انتظرونا بوصة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.